الحرفه ديالي حداد، تنخدم هذا الشيء من سيدي 1984. ايوا هذا الشيء ديال البرد وهاد البرامل ديال الزرع اللي بغات ديال الماء البارزات، كل شيء هذا الشيء راه تشوفوا المجمر ديال العافيه، وهاد الطوار الروتا يسخن فيهم الماء، كياخذوا مع البرد، مع البرد تاخذوا الفرنوات على البرد، الفرنوات تاخذوا مع البرد، وهذا الشيء تاخذوا على المشي المال. الطياب اللي كاين تيطيب، تيطيب الماء، تيطيب الكاميله، تيطيب كل شيء، تيدير الجعابي، ها الجعابي تيدير الجعابي باش يخرج الدخان لبرا، وهذا الشيء مستفد مزيان، مزيان للناس، هذا الشيء راه مزيان ليهم، والو ما كيخنق، والو مزيان، تيعيش فيه مزيان، تيطيب فيه الماكله ديالو، ويسخن الدار تيسخن بالعواد، هذا الشيء بالعواد. دابا في هذا العام كاين الفرنو بالجعابي ديالو 3000 ريال. وهذا العام الاخر كاين ب 2000 ريال زايد 1000 ريال في هذا العام. الحمد لله، الحمد لله كبرت فيه الاولاد، الحمد لله، الحمد لله درت فيه داك الشيء اللي كتب لي الله، الحمد لله، الحمد لله مزيان، مزيان الحرفه. وبالنسبه لهاد الفرنويات هادو هي سلعه محليه، حنا كنستعملوهم في وقت الشتاء، واخا كان عندنا الضوء والماء في الديور ما كنقدروش نستغنيو على هاد الفرنويات هادو. وعندنا الحمد لله المنطقه فيها الشجر من فيها نيت، كناخذوا نيت هاد العواد وهاد باش كنشعلوا نيت، باش كنسخرموا نيت هاد الفرنيات هادو. ضروري في الشتاء فاش كيكون البرد زعما قاصح، الا ما كانش البرد قاصح راه صافي غير ما كنستعملوهم. لا ما كيخنق، هو كيدير بالطريقه ديالو، عنده دوك القوات ديالو ودوك الكوات ديالهم كديرهم، ما كيخنق ما والو، حيت الدخان كيخرج على برا، كتخرج دوك القوات على برا وما كيخنق ما والو. كيخدمنا وقت الثلج، وهنا دابا الله يجيب، ما هذا العام الاول ما كاينش ثلج، حنا في الجبل كيخدمنا النت، هما كاش كيتسخن الدار وكيتسخن الماء والدلالي وكل شيء. لا عندنا في الجبل اللي ما عنده هذا الفرن راه ما بحال ما عنده والو، اللي يصبر على الماكله وما يصبر على الفرن، من شهر 10 الفوق، من شهر 10 حتى شهر 4 كيستعمل الفرن. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.